مع بدء العد التنازلي للانتخابات يزداد حديث الأحزاب السياسية عن ضرورة التغيير في العراق في وقت تتسع الهوة بين الشارع وبين الطبقة السياسية ويطرح سؤال ملح، هل يمثل البرلمان والحكومة الشعب بالفعل؟ قضايا المغيبين والمهجرين والإعمار والخدمات والكهرباء ومحاكمة قتلة المتظاهرين والقائمة تطول من الأزمات، لم يستطع البرلمان الحالي ومن سبقه تقديم حلول لها مع تأكيد الكتل السياسية استفحال الفساد وحكم الميليشيات في بلاد أصبحت على شفا الانهيار، واقع جعل الشارع العراقي محبطا من النظام السياسي الذي أهدر موارد الدولة مع تعذر وجود ممثلين حقيقيين عنه. والله ماكو تفاؤل، كلا. إذا كان أكو تفاؤل فالتجربة صار لها سنين منذ 2003 ولحد الآن لا يوجد أي انتخاب، أربع مرات انتخابات، الانتخاب الأول كان بها رئيس الوزراء أنور المالكي، إن كان بعده إن كان بعده، كل الانتخابات ما بها تفاؤل للشعب العراقي، وأنا مسؤول عن كلامي. هاي الانتخابات أسوأ انتخابات راح يمر بها العراق، لأن عملية المقايضة أصبحت بالشارع. كانت عملية المقايضة بالدورات السابقة خفية يعني مستورة، الآن بالشارع تصير عملية مقايضة، بيع وشراء، دفع مبالغ، مواد عينية، وعود غير صادقة. المحاصصة الحزبية والطائفية التي فرضتها العملية السياسية منذ عام 2003 خلقت أزمة كبيرة من عدم الثقة بالطبقة السياسية التي أكد العراقيون أنها لا تمثلهم. ويشير تقرير لمعهد بروكينجز إلى أنه من السهل معرفة نتائج الانتخابات المقبلة، حيث تتنافس فيها الأحزاب والقوائم نفسها التي خاضت انتخابات عام 2018 ممن قادوا العملية السياسية من بعد عام 2003 وتسببوا بالأزمات التي تشهدها البلاد. وحتى موعد الانتخابات سيكون هناك دائما بحسب معهد بروكينجز فرصة لمزيد من التظاهرات في العراق طالما بقيت ذات الأزمات وذات الطبقة السياسية التي لم تكن الممثل الحقيقي عن العراقيين.